تبارك شملكم يا من حملتم كتاب الله بين العالمين وأثمر زرعكم في كل بيت حصادا يملأ النفس اليقينا تبارك شملكم يا من حملتم كتاب الله بين العالمين. جبل أهل الكويت على أعمال الخير والبر والإحسان وتقديم العطاء لكل محتاج وإقاذة المنكوبين، وكان من أبرز رجالاتها المغفور له رجل الإحسان عبد الله عبد اللطيف العثمان، والذي اقترن اسمه بأعمال الخير في حياته ومماته، فهو رمز الإحسان عبر الزمان لما قدمه في الماضي وما قدمه في الحاضر من خلال أوقافه وأعماله الخيرية المستمرة حتى وقتنا الحالي لما قام به ورثته من جهود لإكمال مسيرة العطاء بعد وفاته والسير على نهجه الطيب وسيرته العطرة المعروفة بفعل الخير والإحسان. ولد المرحوم عبد الله عبد اللطيف العثمان في العقد الأخير من القرن 19 للميلاد في حي الوسط بسكة بن دعيج، حيث كان منزل والده المرحوم عبد اللطيف، وكان منذ صغره معروفا بنشاطه وذكائه ونباهته لدرجة أنه كان يلفت أنظار كل من حوله ممن يكبرونه سنا حينها. ونظرا لنبوغه فقد عمل مدرسا في مدرسة المباركية بعد أن كان تلميذا فيها ولم يتجاوز عمره 20 عاما، وكان مخلصا ومجتهدا في عمله حرصا منه لدعم مسيرة التعليم، مؤمنا بقيمة التعليم والتطوير، وعرف أيضا بنماثة خلقه وكرمه، ولم يكتفي بعمله مدرسا فحسب بل ساهم مع أخوته رحمهم الله بفتح مدرسة العثمان الأهلية دون أن يتخلى عن التدريس في مدرسة المباركية، وعمل بعد ذلك كاتبا في بلدية الكويت وتدرج حتى أصبح مديرا للبلدية خلال 3 سنوات فقط. وخلال عمله كان إماما لمسجد البدر، وبعدها اتجه إلى التجارة، وكان سمحا وسخيا وذو سمعة طيبة ومحمودة في الأوساط التجارية، ولم يثنيه عمله أو يشغله عن عمل البر والإحسان الذي كان يوليه اهتمامه الأكبر من حياته، فقد أشرف رحمه الله على بناء العديد من المساجد والمدارس في الداخل بل وحتى في الخارج على مستوى الدول العربية والإسلامية، ناهيك عن ما يقدمه للبلدان الإسلامية حال تعرضها للنكبات والأزمات، مبتغيا بذلك إرضاء الله عز وجل الذي من عليه بسعة من رزقه وتوفيقه، فكان نعم العبد الشكور. ونظرا لأن قلبه منيرا وعامرا بالإيمان ومعلقا بالمساجد وحرصا منه لنشر الدين الإسلامي وتعاليمه السمحة وعلومه الشرعية، فقد أوقف العديد من تلك الأعمال لخدمة الدين والمجتمعات الإسلامية في حياته ومماته. نفس اليقين تبارك شملكم يا من حملتم كتاب الله بين العالمين وأثمر زرعكم في كل بيت حصادا. وها هم اليوم ورثته وأحفاده حفظهم الله سائرون على نفس النهج المبارك، وهم الثمر التي قد زرع بذرتها المرحوم عبد الله عبد اللطيف العثمان، وإكمالا لمسيرته وتلبية لوصيته قام بعمل مسابقة سميت باسم المرحوم عبد الله عبد اللطيف العثمان لحفظ القرآن الكريم تخليدا لذكراه ولما كان يقدمه من أعمال جليلة لخدمة الدين والمجتمع، حيث تقام المسابقة بالتعاون مع مبرة المتميزين لخدمة القرآن الكريم والعلوم الشرعية، فهي واحدة من الأنشطة المتميزة والتي تعمل على تشجيع حفظ القرآن الكريم وتلاوته وترسيخ تعاليم ديننا الحنيف وشريعته السمحة. دار العثمان هي مركز ثقافي اجتماعي وتحتضن الأنشطة الاجتماعية لخدمة المجتمع، ومن ضمن أنشطتها دعم القرآن الكريم وحفظه، والحمد لله صار لنا 5 سنوات في دورة للقرآن الكريم فيها أكثر من 100 مشترك، وتقريبا كل سنتين نسوي مسابقة للقرآن الكريم داخل وخارج الكويت. رفعت المبرة شعار لها في الأمن الكويت في حافظي في كل بيت،
ولتحقيق هذا الشعار نهجت على الكثير من البرامج والأنشطة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية وكذلك عوائل ورجالات البلد لتحقيق أهدافها أو هدفها الرئيسي، مما ترتب عليه بفضل الله سبحانه وتعالى حصول المبرة على المركز الأول في مسابقة الأمير لثلاث سنوات على التوالي. وقد تميزت المسابقة لهذا العام بأنها خصصت لذوي الاحتياجات الخاصة من طلبة وطالبات إدارة مدارس التربية الخاصة وإدارة التعليم الخاص، حيث بلغ عدد المشاركين في هذه المسابقة 450 طالبا وطالبة تقريبا من جميع الإعاقات، وتم تسجيلهم عن طريق المدارس التابعة لوزارة التربية، سواء مدارس التربية الخاصة أو مدارس التعليم الخاص. حرصا من إدارة مدارس التربية الخاصة لتفعيل وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى الشراكة المجتمعية مع المؤسسات الحكومية والأهلية الخاصة واللجان الخيرية لتحقيق المزيد من التقدم والنجاح في هذا الجانب، وتفعيل جانب الأنشطة والتركيز على كتاب الله لما له دور كبير في حياة الإنسان ولأهميته. طبعا هذه المسابقة شارك فيها مدرستين وهما مدرسة منارات ومدرسة النبراس النموذجية. شارك من الطلبة خمس فئات من الإعاقة، وهي صعوبات التعلم وبطء التعلم والتوحد ومتلازمات داون والتأخر العقلي. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعل هذا العمل في ميزان كل من ساهم في إقامة هذه المسابقة. شاكرين الأسرة الكريمة على تبرعها السخي لهذه لذوي الاحتياجات الخاصة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان أعمالهم وفي الدرجات العلى بإذن الله، وأن يجعل ذلك ثواب للمرحوم العام رحمة الله عليه. وتولت مبرة المتميزين الجانب التنظيمي للمسابقة، مما زادها قوة وفاعلية وتمت على أكمل وجه، وأتاحت الفرصة لذوي الاحتياجات الخاصة في إبراز طاقاتهم وقدراتهم على المشاركة وتحقيق ذاتهم. كما تسعى دار العثمان، وهي الجهة الداعمة لهذه المسابقة، لتحقيق أهدافها عن طريق المشاركة الفاعلة في المجتمع على الصعيد الديني والاجتماعي والثقافي والإنساني. فهنيئا لنا بهذه العائلة الكريمة وبهذه المسابقة، فقد خلدوا اسم المرحوم ليكون عبد الله عبد اللطيف العثمان رمز الإحسان عبر الزمان قولا وفعلا. حصادا يملأ النفس اليقين، حصادا يملأ النفس اليقين.